الآن وحصريا استديوهات أهم ستكون لكل جديد في عالم الصوتيات، جديد الزفات والشيلات، شيلات الفرق، قصائد شعرية حسب الطلب، مواليد ملكة، تخرج مدح، تراحيب تقاعد تكريم، ترقية مدح. كتابة الكلمات العامة والخاصة، جوال 055-8773 أو من خارج المملكة، جوال 00-665-8787. ترقب الجديد والحصري في عالم الصوتيات، ليس الوحيد ولكن الأقدم، خبرة جميلة وإبداع وإتقان في العمل والمواعيد. الآن وحصريا استديوهات همسة فن لكل جديد في عالم الصوتيات، جديد الزفات والشيلات، شيلات قصائد شعرية حسب الطلب، مواليد ملكة، تخرج مدح، تراحيب تقاعد تكريم، ترقية نقد. مكتبة الكلمات العامة والخاصة، جوال 055-8773 أو من خارج المملكة ودول الخليج، جوال 00-96-55-8787. ترقبوا الجديد والحصري في عالم الصوتيات، ليس الوحيد ولكن الأفضل، خبرة طويلة وإبداع وإتقان في العمل والمواعيد. الآن وحصريا استديوهات همسة فن لكل جديد في عالم الصوتيات، جديد الزفات والشيلات، شيلات الفرق، قصائد شعرية حسب الطلب، مواليد ملكة، تخرج مدح، تراحيب تقاعد تكريم، ترقية نقل. مكتبة الكلمات العامة والخاصة، جوال 055-8777 أو من خارج المملكة ودول الخليج، جوال 00-96-55-8787. ترقبوا الجديد والحصري في عالم الصوتيات، ليس الوحيد ولكن الأقدم، خبرة طويلة وإبداع وإتقان في العمل والمواعيد. الآن وحصريا استديوهات همسة فن لكل جديد في عالم الصوتيات، جديد الزفات والشيلات، شيلات الفرق، قصائد شعرية حسب الطلب، مواليد ملكة، تخرج مدح، تراحيب تقاعد تكريم، ترقية نقد. وكتابة الكلمات العامة والخاصة، جوال 055-8777 أو من خارج المملكة ودول الخليج، جوال 00-96-55-8787. ترقب الجديد والحصري في عالم الصوتيات، ليس الوحيد ولكن الأقدم، خبرة طويلة وإبداع وإتقان في العمل والمواعيد. الآن وحصريا استديوهات همسة فن لكل جديد في عالم الصوتيات، جديد الزفات والشيلات، شيلات الفرق، قصائد شعرية حسب الطلب، مواليد ملكة، تخرج مدح، تراحيب تقاعد تكريم، ترقية نقل.